يسأل عن مواقيت الصلاة يا شيخ، هل هي توقيفية ومن الذي حددها؟ حددها الله جل وعلا في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه مواقيت مجملة، فصلها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته قولا وعملا، وبين أن صلاة الفجر عند طلوع الفجر الثاني، والظهر عند زوال الشمس، والعصر عندما يتساوى الشيء وظله، ما يتساوى الشيء الشاخص وظله، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء عند مغيب الشفق الأحمر. نعم.